التحرر من التعلق لا يعني قطع العلاقة. لما أقول أنا أبغى أتحرر من هذا التعلق لا يعني أني أنا بقطع العلاقة. أبغى أتحرر من هذا الزواج لا يعني أني بتطلق. لا، الطلاق شيء والتحرر شيء ثاني. يعني ممكن أنت تتطلق بس أنت 24 ساعة قاعد تفكر فيها تفكر فيها ومشغول، ولا مو بس تفكر فيها تضرب معاها. أنا لا ليش سويتي كذا؟ شوفوا السوشيال ميديا تلقون اثنين متطلقين قاعدين يضربون كل يوم. طب خلصت القصة الحين؟ مو خلصت القصة، مو انتم كلكم قلتوا عن بعض انكم انتم تعبانين وانكم مو جيدين؟ طب خلص خلص، انتم مو جيدين، انتهت القصة. ليش مستمرين؟ ليش مستمرين تلتون تعجلون على القصة؟ لانهم متعلقين، لانه ما زالت هناك طاقة ابغى اخذها، ما اقدر اعيش بدون هاي الطاقة. نفس الشيء الثاني، ما اقدر اعيش بدون هاي الطاقة، فتستمر القصة.